السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ بدء هذه الجائحة ركزنا جهودنا على وضع الإجراءات الوقائية ليس لحماية مرضانا ومجتمعنا فحسب، ولكن كذلك لحماية موظفينا ممن يتصدرون الصفوف الأولى في التصدي لها. أدرك في جميع من الأحيان أن ما نعيشه قد شكل تحديا للجميع بالنظر إلى التغيرات المتسارعة حول العالم. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الأضحى المبارك مع أسرنا وأصدقائنا، أود أن أذكركم بالاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية. اهتموا بشكل خاص بالأفراد ذوي المخاطر المرتفعة ككبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم. احرصوا على تذكير أصدقائكم وأسركم بالإجراءات الوقائية، وتحديدا التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين. سنواصل كفريق واحد للعمل بجد للتقلب على هذه التحديات الراهنة، وسنعمل على مضافرة جهودنا مع مجتمعاتنا لضمان صحة أحبائنا وسلامتهم كأحد أهم أولوياتنا. علينا أن نعي جميعا مسؤوليتنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامتنا وسلامة الآخرين. وقد نشرت الجهات المعنية إرشادات وقائية فيما يتعلق برفع القيود المفروضة في ظل جائحة كوفيد-19. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة. مع تمنياتي لكم ولأسركم بقضاء عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.